إحدى أهم العوامل لنجاحك في البيع بموقع إيباي هو تقييم صفحة مبيعاتك في أعلى قائمات صفحة المبيعات. حسب إحصائيات إيباي، 70% من المشترين يشترون المنتجات الموجودة في أول صفحة نتائج البحث. وفي هذا الفيديو سأطلعكم كيف يعمل محرك البحث في موقع إيباي لكي تنجحوا في الوصول لأول نتائج صفحة المبيعات. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. عندما يبحث إحدى المشترين المحتملين عن منتج في موقع إيباي، على سبيل المثال أحذية، فإن محرك البحث كاسيني يتبع عدة عناصر، وهي أولا عدد المرات التي شوهد المنتج، ثانيا عدد المرات التي نقر على المنتج لمشاهدته، ثالثا عدد المزايدة على المنتج، رابعا عدد المبيعات للمنتج. وعندما تقوم ببيع منتج على سبيل المثال ساعة يد، كاسيني محرك البحث في الإيباي يجمع معلومات عن وثيقة الإرجاع المعرفة، وقت الاستجابة، معلومات المنتج ووصفه، تقييم البائع والفيدباكس لحسابه، سياسة الشحن وأوقات التسليم بحسابه، وكل هذه المعلومات وأكثر يتم تجميعها، ويتم إعطاء لكل صفحة مبيعات علامة على أساس مدى أدائها على المعايير المحددة التي ذكرتها، ثم يتم ترتيبها وعرضها في صفحة نتائج البحث في الإيباي وفقا لذلك. وهكذا يعمل محرك البحث في موقع الإيباي الذي يسمى كاسيني. ويوجد عدة عوامل يجب عليكم الانتباه إليها لكي نحسن أداء حسابنا، لكي محرك البحث كاسيني يقيم صفحات مبيعاتنا بأعلى صفحة نتائج البحث. العامل الأول هو عنوان المنتج. عليكم كتابة عناوين ذات صلة بالمنتج الذي تقوم ببيعه وتوفر وصفا دقيقا. تذكر أن العناوين مكتوبة لمشترين وليس لمحرك البحث. كلما كان اسم منتجك أفضل، زادت فرصة نقر المشتري محتمل على صفحة مبيعاتك وشراء المنتج. عندما يحدث ذلك مرارا وتكرارا ويرتفع معدل التحويل الخاص بك، يصنفك محرك البحث كاسيني في أعلى صفحة نتائج البحث كمكافأة. العامل الثاني هو معدل التحويل، وهو عبارة عن عدد المبيعات مقسوم على عدد الزائرين لصفحة مبيعاتك. مثال: إذا 10 أشخاص من أصل 100 زائر يشترون منتجك، 10 مقسوم على 100 هو 10%، هذا هو معدل التحويل. العامل الثالث هو مواصفات المنتج الذي يسمى بالitem specifics. تتحول هذه المواصفات التي تدخلوها عند إعلان المنتج إلى فلاتر يستخدمها المشترين عند البحث عن المنتجات. فإذا تجاهلت إعداد مواصفات المنتج الخاص بك، لن تظهر صفحة مبيعاتك في صفحة نتائج البحث عندما يستخدم الأشخاص ميزة الفلترة. فمهم جدا أن تستخدموا هذا العامل. العامل الثالث هو اختيار الفئة الملائمة للمنتج. من المهم أن تعرفوا الفئة الملائمة للمنتج، لأنه يوجد زبائن تبحث عن منتجات من خلال الفئات وليس من خلال سطر البحث. العامل الرابع وصف المنتج. عليكم كتابة وصف المنتج بتنسيق وبنظام، وإدخال المصطلحات المهمة للمنتج الخاص بكم داخل مربع وصف المنتج، لأنه سيساعدكم في تقييم صفحة مبيعاتكم في أعلى صفحة نتائج البحث. العامل الخامس هو الفيدباكس. عليكم الحفاظ على معدل فيدباكس جيد وعدم الحصول على فيدباكس سلبية. العامل السادس الشحن المجاني. محرك البحث كاسيني يفضل تقييم منتجات تشحن مجانا. أنصحكم إضافة سعر الشحن داخل سعر المنتج. العامل السابع هو صورة المنتج. مهم جدا إدخال عدد كبير من الصور للمنتج، هذا سيقدم صفحة المبيعات، وأن تكون بجودة جيدة وأن تملأ غالبية الصورة. العامل الثامن تجديد صفحات مبيعات قديمة. صفحات مبيعات التي لم تنتج لنا مبيعات لوقت طويل، أنصحكم تجديد إعلانها وتغيير بعض المعطيات. العامل التاسع عدم نسخ محتوى من تجار آخرين. أنصحكم عدم نسخ محتوى من تجار آخرين، لأنه محرك البحث يرى ذلك غير مهني. العامل العاشر جلب حركة خارجية.
محرك البحث يفضل صفحات مبيعات التي تجلب زبائن من خارج موقع ايباي مثل جوجل، فيسبوك او اخرى مواقع معروفة. انصحكم تنفيذ هذه الخطوات تدريجيا، وانا متأكد انكم سترون نتائج مذهلة لمبيعاتكم. اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتوا في اضافة معلومات مفيدة لكم. ايضا لكل الاشخاص المعنية في بدء البيع في موقع ايباي، جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تساعدكم على بدء البيع في موقع ايباي. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو، كتابة تفاصيلكم وسأرسل لكم الفيديوهات. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، سأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.